الرئيس السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: طرح نزوح الفلسطينيين من غزة لسيناء أمر شديد الخطورة. احنا محتاجين فعلا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي ان احنا نتحرك جميعا من اجل احتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة، وقد تداعياتها تتجاوز حق الدفاع عن النفس اللي احنا دايما بنتكلم عليه. انا بكلمك النهاردة فخامة رئيس الوزراء وبقول ان في تقريبا 4000 من المدنيين سقطوا في القطاع، وحوالي 1500 منهم 1500 طفل، وبالتالي مهم جدا جهودنا اللي بتبذل النهارده لاحتواء هذا الامر حتى لا يتسبب الاقتتال في سقوط مزيد من المدنيين. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله لرئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك مساء اليوم ان الاف الضحايا سقطوا في غزه ونحتاج للتحرك لاحتواء التطورات الحاليه. وشدد الرئيس أن نحو 4000 سقطوا في غزة بينهم 1500 طفل، ويجب التعاون من أجل ألا تنزلق المنطقة في حرب على مستوى الإقليم بالكامل يدمر سلام المنطقة، موضحا أيضا أنه يجب إحياء عملية السلام كدرس مستفاد من الأزمة وإعطاء أمل الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة على حدود يونيو 1967. لازم أسجل هنا وأقدر جدا الجهود اللي بذلت من فخامة الرئيس بايدن ومنكم في إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح حتى يمكن لنا أن نقوم بإصلاحه نتيجة القصف اللي تم فيه خلال الأيام الماضية ويدخل المساعدات إلى القطاع. وهنا بأكد مهم قوي أن تفضل سيل تدفق المساعدات يصل إلى القطاع من مياه ومن مواد طبية ومواد إنسانية أخرى حتى لا يكون هذا الأمر يؤثر على 2.3 مليون فلسطيني الموجودين في القطاع. فخامة رئيس الوزراء محتاجين جدا ان احنا ننسق ونتعاون من اجل الا تنزلق المنطقة في حرب على مستوى الاقليم بالكامل يكون تأثيرها مدمر على المنطقة وعلى السلام في المنطقة. ايضا محتاجين فخامة رئيس الوزراء ان احنا يعني نكون احد الدروس اللي نستخلصها من الأزمة دي هو إحياء عملية السلام مرة أخرى وإعطاء أمل الفلسطينيين بإقامة دولتهم الفلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمة القدس الشرقية. وهنا خلينا أسجل برضو بتقدير تفهمكم لأهمية عدم السماح بنزوح المدنيين من غزة إلى سيناء. هذا أمر شديد الخطورة وقد ينهي القضية الفلسطينية تماما، وده أمر إحنا حريصين على هو ما يحصلش. مرة تانية فخامة رئيس الوزراء برحب بك أهلا وسهلا وسعيد بكل الجهود اللي بتبذلها. بريطانيا دولة عظمى لها مكانتها لها قدرتها على التأثير مش بس في المنطقة في العالم. وأعلن الرئيس تقديره لفهم بريطانيا مسألة عدم السماح بنزوح الفلسطينيين من غزة لسيناء لأنه أمر شديد الخطورة قد ينهي القضية الفلسطينية ومصر حريصة على عدم حدوثه. وتحدث رئيس وزراء بريطانيا أن بلاده تتطلع للتعاون مع مصر لتسهيل وصول المساعدات لغزة. إلى هنا تكون قد انتهت نشرتنا الإخبارية، ومتابعين معكم تغطيات إخبارية أخرى على مدار اليوم. شكرا لطيب المتابعة.